هذا هو المنزل الذي قضى فيه نيلسون مانديلا آخر سنوات عمره وآخر دقائق في عمره، وبالتالي فكما هو متوقع أصبح من النقاط الرئيسية التي توافد إليها الناس لتأبين الرجل. هو تأبين به بعض المظاهر المعتادة في مثل هذه المناسبات الحزينة، الورود والشموع ومن يضعون رسائل كتبوها لمانديلا، لكن اللافت حقا هو أن هناك كثير من مظاهر الاحتفال كذلك التي لا يتوقع المرء أن يراها في مناسبة كهذه. كلمات الأغنية تقول فليحفظ الله أفريقيا ويجعلنا متحدين، سواء كنت أسودا أم أبيضا أم برازيليا أم هنديا، كلنا سواء. اللافت أن الناس لا تتحدث عن مانديلا أو مديبة كما يطلقون عليه كما يتحدث المرء عادة عن شخصية عامة، شخصية سياسية، وإنما كما يتحدث المرء عن شخص يشعر نحوه بعرفان شخصي بالجميل، يشعرون أنه أثر على حياة كل منهم بشكل شخصي. أشعر بامتنان شديد، لقد أثر على حياة الجميع، حياتي، حياة عائلتي. لم أكن لأحيا حياتي الحالية لولاه، لم أكن لأذهب للمدارس الجيدة التي ذهبت إليها، ولا للعيش في المكان الذي أعيش فيه، ولا للعمل في عملي. نظام التمييز العنصري كان سيئاً للغاية، كنا مقموعين، لم نكن أحراراً، الأبناء لم يكن بإمكانهم الذهاب للجامعات، لم نكن نستخدم الحافلات والقطارات الخاصة بالبيض، كل شيء كان مخصصاً فقط للبيض، وبعد مانديلا الآن نحن بلد حر، كلنا أحرار وسعداء. من كل الألوان والأطياف جاءوا لواعي مانديلا، لكن ألم تكن حياة البيض أفضل قبله؟ سألت أحدهم. نحن أمة قوس قزح، هذه هي جنوب أفريقيا وهذه بلدنا كما هي، إنها أفضل حالا الآن بفضل ما قدمه مانديلا لنا. جنوب أفريقيا بالطبع ليست بلدا بلا مشاكل، ولا شك أن سنوات التمييز العنصري تركت أثارا بعضها لا يزال حاضرا، لكن لا شك أيضا أن البلاد اليوم وهي تودع نيلسون مانديلا أفضل حالا بكثير مما كانت عليه في ذلك اليوم من عام 1990 عندما استقبلته خارجا من سجنه. خالد عز العرب، بي بي سي، جوهانسبرغ.